بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربنا هو الجواد الكريم، وإن ربنا هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، سورة آل عمران، السورة المدنية، والتي كان نزولها بعد سورة البقرة. هذه السورة الكريمة المباركة التي تحدث نصفها الأول عن مرحلة من مراحل دعوة النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. إنها حواراته مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فعرضت هذه السورة الكريمة المباركة في جل آيات نصفها الأول ذلك الأمر، وخصوصا ما كان بينه عليه الصلاة والسلام وبين وفد نصارى نجران الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ودونت تلك الآيات الكريمات المباركات في هذه السورة الكريمة، سورة آل عمران، تلك الواقعة وما حدث فيها من أمور وحوار. وفي ثنايا ذلك أيضا كان هناك حوار مع اليهود في بعض القضايا. والآيات التي بين أيدينا، ونحن كما قلنا في درسنا الماضي في خاتمة هذا الأمر، إذ اقتربنا من نصف السورة، ففي خاتمة ذلك الأمر وتلك الحوارات التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل الكتاب، والتي تبين لنا فيها أمور عظيمة وقضايا جليلة، كان في مقدمتها وأول تلك الأمور ما تعلق بحكمة الرب العظيم جل جلاله وكمال علمه وكمال رحمته سبحانه وتعالى. فظهر لنا من ذلك حكمة إرسال الرسل وإنزال الكتب، وأن ذلك من حكمة الحكيم جل جلاله. وظهر لنا وفاء الرب سبحانه وتعالى لرسله وأنبيائه، وأنه أرسلهم وما تركهم في مواجهة أعدائهم وخصومهم، بل كان منه النصرة والتأييد، وكان منه التعليم والتسديد، وكان منه التصبير والتثبيت،
وكان منه سبحانه وتعالى العون جل جلاله لأنبيائه ورسله. ومنها نجد رحمة الله سبحانه وتعالى، ويظهر ذلك في عرض الحجة تلو الحجة وإيراد الآية بعد الآية، ونجد ذلك أيضا في الحلم من الحليم سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين كذبوا الأنبياء وما صدقوا بالآيات البينات وما تيقنوا بما نزل عليهم من الكتاب. فكيف كان حلم الله سبحانه وتعالى على عبيده؟ ثم أيضا نجد كيف أن الرب العظيم جل جلاله حفظ أنبياءه من مكر أعدائهم، وكيف نصرهم، وكيف أيدهم. فتلك المعاني العظيمة التي ظهرت لنا من خلال استعراض تلك الواقعة وما في ثناياها من أحداث، فإن ذلك من العلم العظيم الذي يملأ الصدر ثباتا ويقينا وتصديقا وحبا لهذا الرب العظيم جل جلاله، الذي هذا شأنه مع عبيده سبحانه وتعالى، فإنه أرسل رسله إليهم وأنزل كتبه عليهم جل جلاله. وأيضا يظهر لنا ما بذله هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في طريق البلاغ والبيان، وكيف كان صبره، وكيف كان حلمه صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حرصه على هداية الناس، وكيف كان عليه الصلاة والسلام ثباته في مواجهة ذلك كله، وكيف كان عطاؤه صلى الله عليه وسلم من وقته ولبه وفكره عليه الصلاة والسلام. ونجد أيضا كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين دخلوا هذا الدين بصدق، واستجابوا لله عز وجل بصدق، وصدقوا برسوله صلى الله عليه وسلم بصدق، كيف أنهم ثبتوا مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، وما تغيرت قناعاتهم، وما انتقلوا عن إيمانهم، فكانوا صادقين في ذلك كله، فكانوا من المؤمنين بربهم، الناصرين لدينهم، المؤيدين لرسولهم عليه الصلاة والسلام، وهذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تبين لنا كيف أن هذا الإنسان إذا مكر به خصمه نفسه الأمارة بالسوء، وعدوه إبليس، وعلماء السوء، كيف أن هذا الإنسان لا يهدى للحق ولا يجد الحق طريقا إلى قلبه. ورأينا ذلك ظاهرا جليا من موقف اليهود الذين كانوا في المدينة النبوية من دعوة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. قامت عليهم الحجج البينات، أوقفوا مواقف، فظهر عجزهم في كل ما طلب منهم، وتبين خطأهم، ولكن مع ذلك ما قبلوا الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الآيات من هذه السورة الكريمة أيضا تعرض موقفا في هذا المسار الطويل الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب يهودا ونصارى، والتي
ابتدأ بقول الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. الآية التي جاءت لتبين ضعف ما اعتمد عليه يهود المدينة في عدم القبول لدعوة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، وهو أنه في شريعته حرمت أشياء، وفي شريعته أبيحت أشياء على خلاف ما هو عندهم في التوراة، وقالوا أن الشرائع لا نسخ فيها، فكونه جاء بشيء ليس في كتابهم قالوا إذن هذا نسخ، وقالوا عن أنفسهم وعن دينهم أن النسخ باطل، قالوا فإذا هذا دليل على عدم صدق هذا النبي الخاتم، وكما فعلوا مع رسول الله عيسى عليه السلام بنفس هذا الأمر فلم يؤمنوا به، فكذلك هم يكرروه مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فكان من العدل وكماله، وكان من الحكمة وكمالها أن الله عز وجل يأتيهم بحجة وبينة يرجعهم فيها إلى كتابهم، فيقول لهم أن الطعام كله كان حلا لإسرائيل وهو يعقوب عليه السلام النبي الذي ينتسبون إليه، فهم بنو إسرائيل وإسرائيل يعقوب عليه السلام، فيخبرهم الله عز وجل أن الطعام كان كله حلا له وحل لبنيه ولمن بعده من أنبياء بني إسرائيل إلى زمن موسى عليه السلام، إلا شيئا حرمه إسرائيل على نفسه ولم يحرمه الله عز وجل عليه، وأما ما عدا ذلك فقد أحله الله له. ثم نزلت التوراة على موسى عليه السلام، وكان فيها تحريم شيء من الأطعمة، وأمور حرمت عليهم عقوبة ببغيهم وبظلمهم، كما ذكر الله عز وجل في كتابه إذ قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وغير ذلك من الآيات التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتخبر أن ذاك التشديد الذي جاء في التوراة إنما كان معاقبة لهم على بغيهم وظلمهم، وذاك التحريم هو نسخ لما كان في شريعة إسرائيل يعقوب عليه السلام ومن بعده من أنبياء بني إسرائيل. فيقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم خاطبهم وقل لهم: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، فهل وجدتم فيها وهل تستطيعون أن تظهروا من تلك التوراة أن ما حرم عليكم في التوراة كان محرما على إسرائيل عليه السلام، كان محرما على يعقوب عليه السلام؟ فلما طلب ذلك منه وعجزوا أن يأتوا به، فقال الله عز وجل: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. إذن دلت هذه الآية
على أنهم فيما ذكروه قد كذبوا وافتروا على الله عز وجل بزعمهم ذلك، وأن ما قالوه إنما هو اختلاق للكذب ونسبوه إلى الله عز وجل وإلى الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى عليه السلام. ثم يقول الله عز وجل: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله، فيقول الله عز وجل لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: قل صدق الله. قل لهم، وهذا أمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر أيضا لأتباعه عليه الصلاة والسلام، أن يقولوا بألسنتهم صدق الله، معتقدين بذلك في قلوبهم صدق الله، وأن ذلك مبني في قلوبهم على أدلة يقينية استيقنوها. فاشترك قول اللسان ويقين القلب على أن الله عز وجل أصدق القائلين، وقد قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله حديثا. فالله عز وجل أصدق القائلين جل جلاله، فيقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل صدق الله. وقوله قل صدق الله، إلى أي شيء يعود هذا الصدق هنا الذي يعلنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهنا وقف أهل التفسير وعلماؤه متأملين فيما قبل هذا الأمر، وأن هذا الإخبار قل، وأن صدق الله عز وجل، هل المراد هنا شيء مما ذكر قبل ذلك، أو المراد العموم؟ فمن علماء التفسير من قال: قل صدق الله، أي صدق الله في جميع ما أخبر به في كل الكتب المنزلة على الرسل من عنده جل جلاله. قل صدق الله في جميع ما أخبر به في جميع الكتب التي أنزلها على رسله صلوات الله وسلامه عليهم. إذن هو صدقه في كل ما تضمنته تلك الكتب. إذن صدق الله فيما أنزله على إبراهيم في الصحف، وصدق الله فيما أنزله على موسى في التوراة، وصدق الله على ما أنزله في الزبور على داود، وصدق الله فيما أنزله في الإنجيل الذي أنزله على عيسى عليه السلام. صدق الله في كل ما جاءت به تلك الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله. ومن العلماء من قال أن الأمر هنا يعود إلى شيء مخصوص مع الإيمان واليقين بأن الله صادق في كل ما قال وأخبر وأنزل من الكتب، ولكن قالوا هنا يعود الأمر إلى شيء مخصوص. فمنهم من قال يعود إلى أقرب مذكور، إذ قال الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. فقوله عز وجل قل صدق الله، أي صدق فيما أخبر بعد أن عجزوا أن يأتوا بآية في التوراة تخبر
أن ما حرم الله عز وجل على بني إسرائيل في التوراة أنه مذكور فيها أنه محرم على إسرائيل أيضا، يعقوب عليه السلام. فلما عجزوا عن إحضار ذلك قال الله عز وجل قل صدق الله، صدق الله عز وجل فيما قال أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ومن العلماء من قال قوله عز وجل قل صدق الله يعود إلى ما أخبر قبل ذلك بآيات، من قوله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فلما تبين وقد قالوا أن ما حرم علينا من الأطعمة هو من شريعة إبراهيم عليه السلام وهو دين إبراهيم عليه السلام، فلما عجزوا عن الإتيان بذلك وأنهم قالوا أنهم هم على ملة إبراهيم وزعموا أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليس على ملة إبراهيم، فلما تبين عدم صدقهم في هذه الدعوة قال الله عز وجل قل صدق الله، وهو قوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. ومن قال بهذا القول قال ويؤيده ما جاء بعده من أمر الله عز وجل أن يتبعوا ملة إبراهيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن قل صدق الله، إما المقصود جميع ما أخبر به مما أنزله في الكتب السماوية، أو قل صدق الله فيما ذكر من أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وهذا خلاف ما قالت اليهود، فلما تبين عجزهم أن يثبتوا ذلك في التوراة فيقول الله قل صدق الله، أو على القول الثالث وهو أن الله قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فلما قالوا أن ما هم عليه هو شريعة إبراهيم وهو شريعة من بعده من أنبياء بني إسرائيل، فلما تبين أن ما هم عليه على خلاف ذلك قال الله عز وجل قل صدق الله، أي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا نصرانية، قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالله عز وجل يأمرهم بعد أن ظهر لهم أنهم خالفوا خليل الله إبراهيم في ملته وفارقوه في ملته عليه السلام، فالله عز وجل يأمرهم أن يتبعوا ملة إبراهيم عليه السلام. فاتبعوا، وهنا نجد كيف أن الله عز وجل أمر بني إسرائيل أن يتبعوا ملة إبراهيم، وأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، فأمره بأن يتبع ملة إبراهيم عليه السلام كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأيضا هنا الله عز وجل يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوجه الخطاب لبني إسرائيل
بأن يتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فإذا من بعد بعثة النبي إبراهيم عليه السلام أمر جميع الأنبياء وجميع الأمم أن يتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، وتلك الملة الحنيفية ملة إبراهيم هي أحسن الملل، ولذلك الله عز وجل أمر بها جميع الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام. فها هنا وقد أخبر الله عز وجل عن أنبياء بني إسرائيل في إعلانهم بأنهم متبعون لملة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، متبعون لملة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكذلك هنا التوجيه لبني إسرائيل بأن يتبعوا ملة إبراهيم حنيفا كما أمر الله عز وجل بذلك. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وملة إبراهيم عليه السلام هي الإسلام، وهي عبادة الله عز وجل وحده وإفراده بذلك، وهي دعوة جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ولكن ارتبط هذا الأمر بالخليل إبراهيم عليه السلام بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، لما كان منه من الوفاء بكل ما أمره الله عز وجل به، ولما كان منه من الصبر والثبات أمام البلاء العظيم، فكافأه الله عز وجل بأن جعله للناس إماما. وهذا ما نجده في سورة البقرة في قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فقال الله عز وجل له مكافئا: إني جاعلك للناس إماما. فقوله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، إذ ابتلى إبراهيم ربه ينشأ سؤال: ماذا كان موقف الخليل من ذلك الابتلاء؟ فيأتي الجواب مباشرة: قال فأتمهن. فينشأ سؤال ثاني: ما هي المكافأة التي كافأ الله جل جلاله الخليل بعد الوفاء بالبلاء الذي ابتلي به؟ فيأتي الجواب مباشرة بقوله عز وجل: إني جاعلك للناس إماما. فينشأ سؤال: كيف سيكون الخليل إبراهيم للناس إماما؟ فيأتي الجواب بعده: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يهيئ له البيت ويبوئ له مكان البيت، فيرفع قواعده ويقوم على هذا الحجر المقام ليبني بيت ربه عز وجل، ويرفع قواعد البيت، ويخبر الله أن البيت أمنا سيبقى بالأمن القدري الذي أمن الله عز وجل به بيته العتيق، بيته الحرام، وسيجعل القلوب تميل نحوه فيكون مثابة لها، فيفد الناس إليه ثم يصدرون عنه
ولا يقضون منه وطرا. فإذا ما جاءوا إلى هذا البيت شرع لهم أن يصلوا خلف المقام المنسوب إلى الخليل إبراهيم عليه السلام، فيكون الخليل إبراهيم إماما للناس، فكافأه الله بأن جعل الملة منسوبة إليه صلى الله عليه وسلم. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. الحنيفية نسبت إلى الخليل إبراهيم عليه السلام، وجاء ذكرها في القرآن في آيات عديدة، من ذلك ما جاء في سورة البقرة: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عرض الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة أن يكونوا نصارى أو يهودا وأنهم بذلك يكونوا من المهتدين، فجاء الجواب أي قل لهم بل ملة إبراهيم حنيفا، بل أنه متبع لملة إبراهيم الحنيفية السمحة، وما كان إبراهيم من المشركين عليه الصلاة والسلام. وأيضا في سورة البقرة تكرر ذكر الحنيفية منسوبة إلى الخليل إبراهيم عليه السلام في قول الله عز وجل، ما كان أيضا في سورة آل عمران في الآية التي مرت معنا، وهي قول الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم هذا الموضع الثالث الذي أيضا تذكر فيه الحنيفية ملة إبراهيم منسوبة إليه، وهي قول الله عز وجل: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكذلك نجد الأمر يذكر في سورة النساء وفي سورة الأنعام وفي سورة النحل، والملة الحنيفية يأتي ذكرها منسوبة إلى الخليل إبراهيم عليه السلام. فدلت هذه الآيات كله على أن الحنيفية هي ملة إبراهيم، وأن تلك الحنيفية هي دين التوحيد والاستسلام لله عز وجل، ونبذ الشرك ونبذ كل ما يعبد من دون الله عز وجل. وكما قلت أن هذا هو دين الأنبياء كلهم، وقد سمي إبراهيم عليه السلام حنيفا لأنه حنف إلى دين الله عز وجل، أي مال إلى دين الله عز وجل وهو الإسلام. والحنف كما مر معنا قبل ذلك بيانه للتذكير، الحنف الميل، الميل. فرجل أحنف هو الذي تميل قدماه كل واحدة منهما إلى أختها بأصابعها، أي أقدام الرجل أو الإنسان يميل كل أصابع قدم نحو القدم الأخرى، فهذا هو الأحنف. ويعرف أيضا الحنف بأنه يعني المراد الميل أيضا الحنف الميل في المذهب، أي أن الإنسان يميل يعني إلى مذهب معين، إلى طريق معين، وأن يكون ذلك خلاف المعتاد، خلاف المعتاد. وإذا كان الأمر بهذه الطريقة فأين المدحة أن تكون الملة الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مدحة، وهي سير على غير الطريق المعتاد. والجواب عن ذلك كما قاله العلامة ابن عاشور رحمة الله عليه، يقول: وإنما كان هذا مدحا للملة لأن الناس
يوم ظهور ملة إبراهيم كانوا في ضلالة عمياء، كان جل الناس بل كل الناس في ضلالة عمياء. فجاء دين إبراهيم مائلا عنهم فلقب بالحنيف. إذن فارق طريق الجميع وكان على الحق لوحده، كان على الحق لوحده. ثم تبعه لوط وزوجه سارة، أما هو فقد كان على الحق لوحده، فلذلك لقب بالحنيف. ثم صار الحنيف لقب مدح بالغلبة، بالغلبة. ودلت الآيات في كتاب الله عز وجل على أن الدين الإسلامي من إسلام إبراهيم عليه السلام، فأسلم لربه عز وجل وأعلن إسلامه لربه عز وجل. فلذلك دين الخليل إبراهيم هو الإسلام، ودين ولده من بعده هو الإسلام، كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا قد وقفنا معه بالتفصيل في عندما وقفنا مع ذكر ملة إبراهيم الحنيفية السمحة، كما ورد ذلك في سورة آل عمران في الآية السابقة التي جاءت قبل ذلك. ولا شك أن هذه الحنيفية هي أحب الطرق إلى الله عز وجل. لذلك روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. قال: الحنيفية السمحة. وبوب الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه قال: باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الحنيفية السمحة، هذه الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، وهي ملة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ملة هذه الأمة المحمدية عليه الصلاة والسلام. فهي ملة إبراهيم الحنيفية السمحة. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وما كان من المشركين، ما كان الخليل إبراهيم عليه السلام من المشركين. كيف وقد عوقب على توحيده وإفراده لله بالعبودية، وعلى تكسيره للأصنام وعدم عبادتها والسجود لها، عوقب من قومه بأن قذف في النار فأنقذه الله؟ من وجد ذلك في طريقه، من وجد ذلك في طريقه عليه السلام، هل هذا الذي يأتي بعد ذلك أولئك الفجرة وينسبون إليه طريق الشرك؟ لقد برأ الله جل جلاله خليله إبراهيم عليه السلام من مما نسب إليه في هذا الأمر. ولذلك وجدنا كيف تكرر كلما ذكر الله عز وجل الحنيفية منسوبة إلى الخليل إبراهيم يعقب بقوله عز وجل: وما كان من المشركين، كما هو بين أيدينا في هذه الآية الكريمة المباركة. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وكانت ملة العرب أتباع إسماعيل عليه السلام هي ملة إبراهيم، هي الحنيفية السمحة. ونجد سبحان الله لما أن الله عز وجل
كافأ الخليل إبراهيم بأن جعله للناس إماما، فإننا نجد في تاريخ الأمم أن من مكر إبليس ومن مكر جنده وكيدهم بالناس أنهم يلبسون عليهم أمر الشرك وينشرونه بينهم وينسبوا ذلك إلى الخليل إبراهيم عليه السلام. فكانت العرب على ملة إبراهيم الحنيفية السمحة، وبقي ذلك الأمر فيهم زمنا طويلا إلى أن غير تلك الملة عمرو بن لحي الذي له من الله ما يستحق، غير ملة إبراهيم وانحرفت العرب عن ملة إبراهيم عليه السلام ودخلت في الجاهلية. وذاك التلبيس وذاك الشرك لبس الخليل إبراهيم عليه السلام وهو منه بريء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ودعي ليدخل إلى الكعبة، وكانت قريش قد وضعت في جوف الكعبة صورة بزعمهم للخليل إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الكعبة حتى يغسل ذلك تلك الصورة، حتى تغسل وأن تخرج من الكعبة، وقال قولته الثابتة نصرة للخليل إبراهيم عليه السلام، قال قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. ما كان إبراهيم وهو شيخ التوحيد وهو إمام الناس وهو أستاذ التوحيد أن يستقسم بالأزلام، فقال عليه الصلاة والسلام قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. فلذلك لما كان الخليل إبراهيم بهذه المكانة في الإمامة، فلذلك نجد من كيد إبليس بالناس، وهو أن يلبس عليهم أمر الشرك حين ينسب ذلك زورا وبهتانا إلى الخليل إبراهيم عليه السلام، فالله عز وجل برأه من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم برأه من ذلك. وينبغي على أتباع هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام أن يقوموا بما قام به رسولهم صلى الله عليه وسلم كلما تجدد هذا الأمر وتلك الدعوة، لأن الله عز وجل أخبر أن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فأن تكون الغيرة على الخليل إبراهيم عليه السلام من كل ما ينسب إليه من أمر الشرك والكفر أن يكون من المؤمنين من أتباع هذا النبي كما ذكر الله عز وجل في كتابه. فإذا يقول الله قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإذا تلك الحنيفية كانت في العرب وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من الأحناف على الملة بدون إدراك لتفاصيل الشرعة الإبراهيمية، لم يبقى إلا أفراد قلائل، كان منهم ورقة ابن نوفل، وكان منهم زيد ابن عمرو ابن نفيل كما ورد ذلك أيضا في الأحاديث، من ذلك ما رواه البخاري بسنده قال وقال الليث كتب إلي هشام عن أبيه
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: رأيت زيد ابن عمرو ابن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معاشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، ما منكم على دين إبراهيم غيري. فإذا هذا من بقايا الأحناف الذين بقوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، ملته الملة الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم عليه السلام، وهي أيضا ملة أمته، أمرهم الله عز وجل بذلك ودعاهم إليها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك تبقى الدعوة للناس كلهم إلى هذه الملة الإبراهيمية، الملة الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فبعد أن أمر أهل الكتاب أن يتبعوا ملة إبراهيم، فيأتي بعد ذلك إعلامهم بالأمر الذي منه يدخلون إلى اتباع تلك الملة، عندما يخبرهم عن أمر هذا البيت الحرام، عن الكعبة الشريفة، عن البيت الذي رفع قواعده إبراهيم، عن البيت الذي استقبله في الصلاة إبراهيم، عن البيت الذي دعا الخليل إبراهيم الناس لحج هذا البيت، يخبرهم عن البيت الذي أسكن الخليل إبراهيم عنده ذريته إسماعيل عليه السلام، يخبرهم عن البيت الذي حجه أنبياء بني إسرائيل، فحجه إسحاق وحجه موسى عليه السلام، يخبرهم عن أمر هذا البيت وعن الحج. فإن كانوا صادقين في اتباعهم للخليل إبراهيم عليه السلام فليحجوا البيت وليكونوا على ملته صلوات الله وسلامه عليه. وهنا يقول قائل: لماذا أمرهم باتباع ملة إبراهيم ولم يأمرهم باتباع النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام مباشرة؟ لأنهم إن قبلوا ذلك فسيتبعون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه متبع لملة إبراهيم عليه السلام، لأنه متبع لملة إبراهيم عليه السلام، وأنهم ليسوا هم وقد أشركوا بالله وفارقوا الحق الذي جاء به أنبياؤهم. فلذلك لو آمنوا بما أمروا به هنا لاستلزم ذلك أن يتبعوا النبي الخاتم رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك بعد أن أمروا باتباع الملة فجاء الدليل على من صدق في اتباع ملة إبراهيم. فلذلك نجد غالبا إذا ما ذكر البيت العتيق وذكر خبر الكعبة الشريفة وذكر أمر المسجد الحرام، فإنه يمثل وجها وحالة من قصة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا غالبا ما نجده في القرآن، إذا ذكر البيت فإنك تجد في ثنايا ذاك الذكر ذكر للخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما نجده هنا في سورة آل عمران بعد الأمر باتباع ملة إبراهيم، يقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وإن من حسن الطالع
أن نقف مع هذه الآية وهي تحدثنا عن البيت في هذه الأيام المباركات في الأشهر الحرم التي نستقبل بها موسم الحج، موسم الحج الذي أذن له الخليل إبراهيم بعد أن رفع قواعد البيت مستجيبا لأمر الله عز وجل، حيث أمره عز وجل بذلك: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فنقف مع قصة البيت وخبر البيت وارتباط البيت بالخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبالنبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين. وهذا ما نقف معه بإذن الله عز وجل ومشيئته في درسنا القادم. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.